السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك للا نبيلة. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك للا. أبطع عمك ويا بنا عندي واحد الأسئلة. مرحبا بنتي. أنا دابا ساكنة إحنا غير في العربية وأنا كدير واحد الضماضة وتشروجي من السنة. نعم. ولا ما حرام. لا شرتها. واخا بنتي. نعم. دابا فهمتي عمك ريضة. فهمتك بنتي نبيلة. والسؤال الثاني. هي دابا انا شي عامين دابا كنصلي التراويح بمرت عمي والجد ديالي والام ديالي، وهذا العام انا بقيت مع مرت عمي وما كنتيش عندهم الخيمه ديال جدي، دار ديال جدي نصلي بهم. نعم. ودابا كنصلي غير بالام ديالي ومرت عمي حيت بقيت معاها وما كنبغيش نمشي عندهم نصلي بهم. اييه. هي تم ولا لا؟ اييه. قال لي خاصك اليوم قاسم معاك صالحين معاك. اييه بنتي معقول؟ انا كنت عارف كنت عندي شي تم ولا لا. واخا بنتي نبيله. شكرا. إيه بنتي فهمتك. شكرا لك بنتي. عفوا عمي قريبا. نعم. عفوا تبغي تدعي لي مع الام ديالي. يا رب. ودعي لي مع الجده ديالي ان شاء الله تشيل الحز. يا رحمن يا رحيم. من تشيل الحز. يا رب. ودعي لي مع اختي كرامها بشي ابناء ان شاء الله يا رب. يا رحمن يا رحيم. ودعي لي مع خالتي دابا تقصر عن باش تزوجها وباقي صراحة الله بالولاد. يا رحمن يا رحيم. ودعي لي مع الصديقه ديالي مسكينه فيها الضيقه في الحساسيه. ودعا معي انا تبعي واحد الامر عافاك عن الفريضة الله يرحمك الوالدي. اللهم امين بنتي. شكرا لك بنتي نبيلة باذن الله الواحد الاحد. نبيلة الله يكملك بعقلك، سبحانك الله كتبني شابة من اقليم اجتماعية رغم انك كتعيشي في البادية ولكن على مستوى رفيع من الوعي. البومادة اللي كنستعملوها في الوجه، الكريم اللي كنستعملوها في البشرة، كاين هناك البشره الجافه او البشره الناعمه، وكاين بعض البشره اللي كتكون رطبه وتتاذى باشعه الشمس خصوصا في الصيف، والناس اللي كيشتغلوا في الهواء الطلق في البوادي موسم الحصاد كيتاذوا. هذا البومادا او هذا الكريم العلماء قالوا بانه لا يفطر، لانه ليس المقصود منه الغذاء، اللي كيفطر ما دخل من منفذ بغايه الاطعام، حتى واحد ما غيتشهى انه غادي ياكل هذا البومادا. اللي كيفطر ما دخل من البلعوم من الحلق، وكذلك ما دخل من منفذ، بحال بعض العلماء حتى ذكروا التقطيره ديال الودن ديال الانف، رغم ان علماء اخرين قال لك وانها لا تغذي، ولكن كاين اللي كنحسوا بها كتدخل لنا في البلعوم ديالنا. اما ديال العين فلا، قال لك ما كتدخلش للبلعوم، كتبقى حدا العين. البوماد اللي كيكون في الوجه الكريم هادو ايضا ما كيدخلوش للبلعوم، فكل ما يتسرب مع الحلق هو اللي يعتبر بانه مفطر، اما البوماد ديال الوجه الكريم لا يفطر باذن الله تعالى. نبيلة كنت كتصلوا التراويح، جميل ان الناس في الباديه الجامع بعيد عليهم كيتجمعوا في العائله في الاسره وكيديروا الصلاه فيما بينهم، وللمراه ان تكون امامه في التراويح، اذا كانوا غير العائلات بعضياتهم ما كاينش معهم شي رجل راه ممكن المرأة تكون إمامة، صلي بالنساء وهذا ثابت في السنة النبوية الشريفة. وملي كنصلوا بعضياتنا واحد النعمة كبيرة، ربي كينزل لنا الرحمة والبركة، عوض ما تصلي المرأة بوحدها تجمع مع خواتاتها صديقاتها جارتها ويتجمعوا بعضياتهم، وحدة فيهم كتقرأ مزيان وتقرأ بهم، ولا ما كانش حافظ القرآن ممكن تستعمل المقراءة المصحف تشدو من يديها وتقرأ منه، كله خير بإذن الله. لكن كما قلت نبيلة أنكم السنة الماضية كنتوا مجتمعين، كنتوا سمن وعسل كتصلوا بعضياتكم مجتمعين، ما الذي طرأ هذه السنة وقع الخصام؟ بغيتك بنتي نبيلة ما تفكريش الأسباب ديال الخصام، لأنك لا تفكرتيها قلبك يقسى، تفكري الأيام الجميلة، تفكري مرت عمك ملي كنتوا كتجتمعوا بعضياتكم وكتوضاوا وكتوقفوا صفوفا مترصة وتتوجهون إلى الله تعالى بالتكبير وكتصلوا جماعة، هذه نعمة عظيمة. تفكر دائما في العلاقات الإنسانية كنتفكروا الأجود، كنتفكروا الأيام العز، أيام الفرحة،
كنتفكروا دوك المواقف النبيله وانت اسمك نبيله. ابليس كيفكرنا في اللحظات المؤلمه، الساعات الناقصه كيفكر فيها ابليس باش يقطع الاواصر ديال المحبه والموده. نبيله هذه فرصه ديال الصلح، علاش ربي عز وجل جاب لنا هذه النفحات في ايام الدهر باش تكون سبب للصلح ونتغلبوا على مكائد الشيطان ووساوس ابليس. بغيتك نبيله في هذا رمضان المعظم تاخذ المبادره وتمشي عند مرت عمك رغم انك مخاصمه معها، واخا تكون هي اللي اداتك، واخا تكون هي اللي استعملت معك العنف، وربما هي التي جرحت كرامتك. مع ذلك كنقول لك الا بغيتي الخبيزه والا بغيتي هذه الادعيه كل اللي طلبتيها بغيتي ربي يستجب لك، راه اعظم طريقه باش ربي يستجب للعباد هو عنده مقام العفو. كان واحد الصحابي جليل اسمه ابو ضمضم رضي الله عنه. هذا ابو ضمضم كان ديما كيتاذى، الناس كيسبوه كيدير معاهم الخير هما كيلقاو بالسوء، هو كيعطي هما كيتهموه بالباطل والتقهر. واحد مره قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راه كندير فيهم الخير وكيأذوني. قال لي يا ابا ضمضم، قال لي لو صبرت وعفوت كان خيرا لك. ويمشي ابو ضمضم ويقول يا ربي اني نذرت امام الكعبه انني اتصدق بعرضي. ما كانش عنده باش يتصدق، كان ما بقاش عنده المال، هو خصو يتصدق. قال يا ربي نذرت ان اتصدق بعرضي. العرض هو الكرامه، يعني ما انا ما عنديش الكرامه مع خوتي وحبابي، انا مع احبابي وخوتي ما عنديش الكرامه نهائيا. اللي قال لي شي كلمه جريحه كنحضر الراس، واللي سبني كنقول ما سمعت والو، ويجفف بيا الارض وما نقول لي حتى حاجه. علاش؟ صدقه، تصدقت. لهذا قال ربنا عز وجل كيمدح الصحابه، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وقال فيهم الله تعالى أعزة على الكافرين أذلة، أذلة على المؤمنين، أذلة أنا دليل بين خوتي وحبابي. ما نستعملش الكرامة والعزة والفانتازيا الخاوية ونقطع الآراء الرحيم، بالعكس. وسبحان الله العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من تواضع لله رفعه، وصنع هكذا بيده الكريمة، قال من تواضع لله نزل كفه إلى الأسفل، من تواضع لله رفعه. بغيتك بنتي نبيلة ابقي هذا المبدأ وتمشي عند مرت عمك ومسحيها، مسحيها فيك انت هي هذيك الكلمه الخايبه وذاك الموقف اللي فيه شنآن، وخلي النية ترجع لمجاريها وعندك الاجر والثواب. وان شاء الله هذه الادعيه كل اللي طلبتيها لميمه ان شاء الله تعالى بالحج والاخ بالابناء والبنت الخوت بالوليدات والصديقه ديالك بالشفاء وانت هي بالعز، هادشي كله غيطلع لك في وقت واحد، لان عندك يكون ابواب السماء مغلقه اذا كان الشنآن والخصام، ولكن ملي كتكون الرحمه والعفو ابواب السماء كتكون مفتحه. أسأل الله الكريم أن يحفظ لك الوالدة وينعم عليها بحج قريب، ويحفظ الله تعالى العائلة والأحباب ويكرمهم بذرية طيبة، ويشافي مرضاكم ويعطيك العزة والقوة والبركة. اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.